صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير. بغيت نهضر لكم في واحد الموضوع وقع في المغرب. واحد الجوج عندهم قناه في اليوتيوب، كيما انتم كتعرفوا الناس اللي عندهم قنوات في اليوتيوب او عندهم صفحه في الانستغرام او عندهم سناب شات، باغيين يطلعوا الحساب ديالهم، كيبغيو يهضروا ويخلقوا الفضايح من ولا شيء واكاذيب باش يطلعوا القنوات ديالهم والحسابات ديالهم. فواحد المطعم في المغرب في اوزود مشاو واحد جوج قناه في اليوتيوب ما عندهم لا شرف ولا كرامه بطبيعة الحال، مشاو صوروا الطاجين وقال لك فيه الدود. تخيلوا نتوما الطاجين كيطيب على 100,000 ساعه وغيبقى الدود كيتحرك. هادشي غريب شويه، هادشي كامل باش يطلعوا القناه ديالهم وباش يتشهروا، هادشي كامل باش هما يتشهروا، ولكن بالمقابل داكشي كيطيحوا بالشخص الثاني، كيطيحوا بشخص ثاني اللي هو صاحب المطعم، كيطيحوا منه باش هما يطلعوا وهو يهبط. وسبحان الله هذاك الشيء اللي طاري معايا انا حاليا، مهما حاولوا يطيحوني، مهما حطوا صورتي انا وداك الممثل، انا بعدا زراعه الشعر ما يمكنش، الناس اللي كيجيو عندي على ود زراعه الشعر ما يمكنش، على ود الاثر ما يمكنش. سبحان الله مهما حاولتوا انكم تطيحوا بيا، ربي كيطلع بيا. انا غادي نحط لكم الفيديو ديال صاحب المطعم من بعد ما هذوك جوج الناس اللي ما عندهم لا شرف ولا كرامه ولا ضمير اللي حاولوا يشوهوه، بالعكس راه درتوا ليه دعايه غير مباشره باش هو حالي المحل ديالو ما تيخواش. المحل عامر ويا ريت تلقى بلاصتك. دابا خصك دير الو بالواسطه باش يعطيوك البلاصه ويعطيوك الطاجين. سبحان الله، وهكذا طاري معنا حتى حنايا. شحال ما حفرتوا توقعوا فيها انتم. Super, parfait. J'espère, bienvenue. C'est royal. Hein, royal.